أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نستكمل محاضراتنا في مساق تدقيق الحسابات. وصلنا لعند الفصل الثامن من المقرر، واسم الفصل الثامن أو عنوانه أدلة التدقيق. أدلة التدقيق طبعا بنتكلم على أدلة التدقيق. المدقق مش تغل عشان في النهاية تقرير رأي. الرأي اللي بده يطلعه المدقق بده يعبر عن واقع. اللي بده يعبر عن واقع معناته في عنده أدلة، مستندات، تقارير بتثبت الكلام الرأي اللي خرج إبه، لأنه رأيه هان بمثابة حكم، وأي حكم بده يستند على أدلة ومعطيات. ورأي المدقق بمثابة حكم، لأنه المدقق كان بمثابة حكم بده يصدر حكمه النهائي بخصوص القوائم المالية، مدى صدقها ومدى تعبيرها عن اللي هي حقيقة المركز المالي ونتيجة أعمال المشروع خلال السنة المنتهية. عشان هيك في عنا فصل اللي هو الفصل الثامن اسمه أدلة، أو عنوانه أدلة التدقيق. إيش المفهوم أدلة التدقيق؟ المعيار الدولي رقم 500 وضح أنه أدلة التدقيق تعني جميع ما يحصل عليه المدقق من معلومات. جميع ما يحصل عليه المدقق من معلومات تتمثل أو مثل مستندات، تقارير، نتائج، استفسارات، اللي هي مستندات قبض، مستندات صرف، فواتير بيع، فواتير شراء، تقارير عملت الجهات الداخلية. ممكن تكون المستندات اللي هي تقارير من جهات خارجية، ممكن تكون مصادقات، ممكن تكون كشوفات بنكية، ممكن تكون إفادات من الموردين، ممكن تكون مطالبات من الدائنين. يعني أي مستند أو أي تقرير أو أي استفسار أو أي تقدير، هاي كلها معلومات بحصل عليها المدقق، وهي اللي هيعتمد عليها في إبداء أو إعطاء الرأي الفني المحايد. الرأي الفني المحايد، يبقى فهمنا إيش بنقصد أدلة التدقيق، اللي المعلومات اللي بده يعتمد عليها المدقق في إصدار رأيه، وبتتعلق وبتكون هي عبارة عن مستندات وتقارير واستفسارات وتقديرات واستنتاجات. بما أنه المدقق حيبني تقريره بناء على أدلة جمعها عن المنشأة أو جمعها من المنشأة محل التدقيق، فبالتالي بدنا نشوف إيش خصائص أدلة التدقيق. خصائص أدلة التدقيق، أول خاصية من خصائص أدلة التدقيق اللي هو كفاية الأدلة. كفاية الأدلة بده يكون عند المدقق اللي بده يصدر الحكم والتقرير الرأي الفني المحايد، بده يكون عنده أدلة كافية، أدلة كافية على دقة وصحة القرار أو الرأي اللي هو اتخذه وأصدره. طبعا نتكلم كفاية. كفاية هذه كلمة شوي غير اللي هي غير مضبوطة بضوابط. إيش معنات كفاية؟ أنا قناعتي أو وجهة نظري إن الأدلة اللي جمعتها كافية إن أصدر حكم، كافية أصدر حكم. طب الكفاية هذه اللي هو ما بنتكلمش على كمية، بنتكلم على كفاية. يعني ممكن يكون في عندي مثلا زي القاضي اللي بيستخدم قرار في المحكمة، ممكن يكون دليل واحد موجود يكفي لإدانة المتهم أو تبرئة المتهم، ويمكن يكون عندي 100 دليل، ال100 دليل هدول مع بعض غير كافيات لإصدار حكم بالإدانة أو حكم بالبراءة. يبقى الكفاية لا تتعلق بالكمية، ممكن كمية الأدلة كبيرة جدا لكن غير كافية لإصدار حكم، وممكن كمية الأدلة قليلة جدا لكن تكون أدلة قطعية بالتالي كافية ومناسبة لإصدار الحكم. مين اللي حيحكم أو يحدد مدى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها؟ هذا بترجع لمين؟ للواجب المهني والعناية المهنية اللي بذلها المدقق، وبترجع لاجتهاده الشخصي واجتهاد أهل
المهنة في هذا المجال. معيار التدقيق الدولي رقم 500 بين هذا المصطلح، يتعلق بكمية الأدلة التي ينبغي على مدقق الحسابات أن يجمعها. بده يظلوا يجمع أدلة لحد ما يصير عنده قناعة مهنية إنه هاي الأدلة كافية، إنه هذه الأدلة كافية. ممكن اللي هو الأدلة يجمع كمية أكبر ويكون لسه ما وصلش لقناعة إنها كافية، وممكن يكون عنده كمية أدلة قليلة لكن يوصل لقناعة إن هذه الأدلة كافية، إن هاي الأدلة كافية. يبقى بتتعلق بكمية الأدلة التي ينبغي على مدقق الحسابات أن يقوم بجمعها حتى يتمكن من التحقق من مدى تأكيدات الإدارة فيما يخص البيانات المالية. ولا بد للمدقق أن يقوم بتقدير مدى كفاية هذه الأدلة التي يجمعها. طبعا المدقق بده يقوم بتقدير مدى كفاية هذه الأدلة، هاي الأدلة يعني هو وجهة نظره إنه هذه الأدلة كافية. على أي أساس؟ بناء على خبرته المهنية، بناء على اجتهاده. يبقى في عندي هنا في الموضوع هنا أو في الجزئية هذه فيما يتعلق بكفاية الأدلة اللي هو بده يعتمد المدقق، أو بده يستخدم أسلوب الاجتهاد، رأي مهني، وبالتالي أنا مش محكوم بقاعدة قطعية. يعني مثلا حي ممكن يكون محل اختلاف وجهات نظر، يعني مدقق يعتبر الأدلة كافية، مدقق آخر ممكن يعتبرها كافية وزيادة عن الكافية، ممكن مدقق آخر يعتبر إنها لسه ما وصلتش لحد الكفاية، لأنه إحنا قلنا هذا ما فيش معيار مطلق. يعني القصة مش قصة 1+1=2، لا، أنا فيها اللي هو اجتهاد أو حكم مهني من قبل مدقق الحسابات. يقول لي هنا عادة ما يأخذ المدقق مجموعة من العوامل يمكن أن تؤثر على حكمه فيما يتعلق بكفاية الأدلة. إيش الحاجات اللي حتخلي أو تأثر على قرار المدقق في قراره هل الأدلة كافية ولا غير كافية؟ طبعا من هذه العوامل حددتها معايير التدقيق الدولية، اللي هي أول حاجة توقعات المدقق عن التحريفات في البيانات المالية. يعني أنا كمدقق للشركة عندي توجس، أو عندي اللي هي شك، إنه في عندي احتمال يكون في تحريف في البيانات المالية. بما إنه في عندي معطيات، أو في عندي شكوك، أو في عندي توجس، أو في عندي توقعات إنه البيانات المالية تحتمل وبدرجات متفاوتة إنه يكون فيها تحريف، فبالتالي كل ما زاد احتمالية أو توقعاتي أن يكون في تحريف، معناته أنا لازم أعمل على أنه يكون عندي كمية الأدلة أكبر عشان الكفاية تكون أو درجة الثقة تكون أعلى. يبقى إذا في عندي توقع أنه في تحريفات في البيانات المالية، معناته بدي أعتمد أنه أنا بدي كمية أدلة أكبر عشان اللي هو تزيل التخوفات اللي موجودة عندي حول إمكانية وجود تحريفات في البيانات المالية. العامل الثاني قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية للعميل. إذا أنا بشتغل أو بدقق حسابات شركة وتني فحصت نظام الرقابة الداخلية، لقيته نظام قوي وفعال ونسبة الفعالية فيه عالية جدا والثغرات ضعيفة أو معدومة فيه، فبالتالي بصير عندي اللي هو درجة ثقة في النظام، درجة ثقة في الشركة وإدارة الشركة، فبالتالي هنا كفاية الأدلة بتكون عند مستوى منخفض. لكن لو كان العكس، نظام الرقابة الداخلية ضعيف أو في ضعف، معناته بصير درجة اعتمادي على الأدلة بتقل. ممكن يكون الأدلة فيها تزوير، ممكن يكون الأدلة فيها تلاعب، ممكن يكون الأدلة لا، بدي أدلة خارجية بجانب الأدلة الداخلية لأنه النظام الداخلي ضعيف، فبالتالي ممكن اللي هو يكون فيه تلاعب وصناعة أدلة غير حقيقية. لا، أنا بدي أزود الأدلة الداخلية بأدلة خارجية، بدي حاجة توثق الكلام الداخلي أو التقارير الداخلية بتقارير خارجية، بدي مصادقات، بدي كشوفات من برا، الموردين، الدائنين. معناته إذا نظام الرقابة الداخلية ضعيف، معناته
كمية الأدلة اللي بدي أحصل عليها بدها تكون أكبر. إذا نظام الرقابة الداخلية قوي معناته أنا حطمن للأدلة الداخلية. ليش؟ لأنه النظام لا يسمح بالتلاعب فيها. ثلاثة، المادية ومستوى المادية. يعني إذا أنا بدي أقبل اللي هي حسابات مستوى المادية أو درجة الثقة فيها عالية جدا جدا، يعني بدي اللي هو حسابات تكون درجة الثقة فيها أو في قرار 100%، معناته بدي كمية أدلة أكبر. لكن لو أنا مستعد أقبل حسابات درجة الثقة فيها 95% ولا 92%، معناته كمية الأدلة هنا بتكون المطلوبة بتكون أقل. أربعة، طبيعة البند أو النشاط الذي يقوم المدقق بتدقيقه والمخاطر المتوارثة به. في عندي هنا طبيعة البند اللي احنا بندققه، يعني لو انا مثلا بدقق حسابات نقدية، احنا عارفين ان درجة المخاطر المرتبطة بالنقدية والخزينة عالية جدا. بما انها عالية جدا معناته انا بدي ادلة حجم وكمية اكبر عشان نوصل لمستوى الكفاية. لكن لو انا بدقق عنصر درجة المخاطر المرتبطة به قليلة او معدومة، معناته الكفاية الأدلة بتكون عند مستوى كمية أقل. رقم خمس، العوامل الاقتصادية. العوامل الاقتصادية تعتبر ضمن المحددات، بمعنى ضمن المحددات الاقتصادية يملي عليه أن الدليل الكافي يجب الحصول عليه ضمن وقت معقول وتكلفة معقولة. أنا كمدقق حسابات محكوم بعنصر التكلفة والعائد. يعني أنا عندي وقت محدد للعملية، في الوقت المحدد بدي أجمع أدلة تكون كافية إني أصل لقناعة إنها كافية، وبالتالي أنا مش حأقعد طوال السنة بدي أجمع اللي هو مدى 100 دليل، بدي أجمع اللي هو 10,000 دليل، لأنه كل ما زادت حجم الأدلة اللي بدي أجمعها معناته بدي يزيد الوقت المستغرق وبدي تزيد التكلفة وبدي يزيد المجهود، وبالتالي بتصير اللي هو ما فيش توازن بين التكلفة والعائد. فأنا بدي أحصل، يعني احنا بدنا نعمل توازن بين التكلفة اللي بدي أتحملها والعائد من وراء وجود أدلة. إذا 100 دليل تكفي معناته بتحمل تكلفة 100 دليل، ليش أحصل على 500 دليل وأتحمل تكلفة 500 دليل؟ إذا في إمكانية أحصل على الدليل من داخل الشركة بتكلفة معينة، ما فيش داعي أروح لعوامل أخرى خارجية عشان أحصل على الدليل، نفس الدليل، ويكلفني أضعاف التكلفة اللي ممكن أتحملها لو حصلت على الدليل داخلي. رقم ستة، حجم وخصائص المجتمع. كل ما كبر المجتمع معناته محتاج كمية أدلة أكبر. كل ما كانت خصائص المجتمع معينة حتأثر على حجم الأدلة اللي أنا بدي إياها. يبقى أول حاجة قلنا اللي هي كفاية الأدلة. الخاصية الثانية من خصائص أدلة التدقيق الموثوقية أو المصداقية. مصداقية أو موثوقية الدليل. يعني زي ما قلنا عندنا مجموعة أدلة بتتعلق أو اللي هي بتمتاز بصفة الموثوقية، يعني ذات موثوقية عالية، ما فيش فيها تلاعب، ما فيش فيها شك، ما فيش فيها أي حاجة. وعادة اللي هي اللي بأثر في المصداقية والموثوقية اللي هي مجموعة خصائص. أول حاجة استقلال مصدر الدليل. استقلال مصدر الدليل، يعني أنا مثلا بجي بقول مثلا اللي هو المستندات الداخلية، سند القبض وسند الصرف وفاتورة اللي هو البيع، مين اللي بيعملها؟ بيعملها إدارة الشركة، قسم المبيعات بيصدر فاتورة البيع، والقسم المالية بيصدر فواتير سندات القبض وبيصدر فواتير الصرف. يبقى هذه المصدر الدليل هنا الإدارة، وبالتالي الإدارة ممكن في لحظة معينة لو بدها تزيد المبيعات بدرجة غير حقيقية تعمل اللي هي مستند فاتورة بيع، والفاتورة هاي يكون اللي هي مضروبة، يعني مزورة، يعني غير صحيحة، يعني فيها تلاعب أو تزيد في الكميات أو تزيد في الأسعار بهدف التلاعب. يبقى إذا كان مصدر الدليل داخلي بتكون درجة الموثوقية والمصداقية في الدليل أقل.
إذا كان نظام الرقابة الداخلية للشركة ضعيف، معناته الموثوقية والمصداقية في الدليل بتكون أقل. يقبل إذا الدليل داخلي والمصدر الدليل داخلي ولا مصدر الدليل خارجي؟ إذا مصدر الدليل خارجي معناته درجة القوة في الدليل بتكون أقوى. يعني مين أحسن؟ إنه مثلا أنا ممكن أطلب من الشركة أو قسم الحسابات تديني كشف حساب البنك، كشف حساب البنك اللي هو أستاذ البنك تسجيلاتهم. كشف أستاذ البنك حسب تسجيلات الشركة ممكن يكون في أخطاء، وممكن تسجل حاجات اللي هي ما بقيم غير الحقيقية أو معاملات ما حصلتش. مش حيكون كشف الحساب اللي أنا أخذته من الشركة بنفس قوة وموثوقية ومصداقية لو أنا جبت كشف حساب الشركة من البنك نفسه. البنك جهة خارجية، وبالتالي مش حيكون عنده مصلحة ولا حيكون عنده إمكانية إنه يكون حط عمليات غير صحيحة إلا بطريق الخطأ، وبالتالي في اليوم الثاني بيتم تصحيحها أو عند المراجعة بيتم تصحيحها أو في نفس اللحظة بعد اللي هم تدقق من قبل إدارة البنك بيتم تصحيحه. يبقى عادة مصدر الدليل الخارجي بيكون أقوى من مصدر الدليل الداخلي، ومصدر الدليل عند الداخلي إذا كان نظام الرقابة الداخلية قوي بيكون أكثر موثوقية وأكثر مصداقية من مصدر من الدليل إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف أو اللي هو معدوم. يبقى أول حاجة قلنا اللي هو الموثوقية والمصداقية اللي هي بتأثر فيها استقلالية مصدر الدليل، وقلنا الطرف الخارجي بيكون أكثر استقلالية لأنه بيخضعش لإدارة الشركة اللي هي مصنع الأدلة الداخلية. الشغلة الثانية وقت الحصول على الدليل أو توقيت الحصول على الدليل. توقيت الحصول على الدليل يشير إلى وقت تجميع الأدلة أو إلى الفترة التي تشملها عملية التدقيق. كلما تم الحصول على أدلة التدقيق في الوقت المناسب كلما زادت مصداقية الدليل. يعني احنا بنطلب اللي هو شغلة معينة من الإدارة بتقول استنوا كمان أسبوع بنجهز لكم اياه، بنعملكم كشوفات فيها. يبقى الشغلة مش موجودة وبدهم يصنعوها، ممكن يصنعوها بطريقة تلبي رغباتنا لكن ما تكونش هي الحقيقة. لكن لو احنا مثلا طلبنا الدليل، في احنا كان عندنا مجلس اللي هي محضر اداره في اليوم الفلاني، او في عندنا المستندات اللي تمت في اليوم الفلاني، وبالتالي توقيت الحصول على الدليل هل تم صناعته من اجل اللي هي ارضاء المدقق، ولا هو كان من ارض الواقع وموجود ومدعم وبث لبث العمليه. الموضوعيه الدليل، الموضوعية الدليل الذي يكون موضوعيا بطبيعته يمكن اعتباره موثوقا أكثر من اللي هو الأدلة غير الموضوعية. فعلى سبيل المثال الدليل اللي بيتم الحصول عليه من مصادر خارجية ومستقلة زي كشف البنك، زي كشف الموردين من مورد نفسه، زي مطالبات الدائنين، الكلام هنا بيكون إيش؟ دليل أكثر موضوعي وبالتالي أكثر مصداقية. وقلنا ان رقم 4 له فعالية نظام الرقابة الداخلية حكينا عليها، وقلنا رقم 5 كفاءة الأفراد الذين يزودون المدقق بالمعلومات. أنا عندي شركة، عندي مؤسسة فيها أفراد في قسم الحسابات وفي الإدارة وفي الإدارة المالية عندهم كفاءة عالية جدا ومشهود لهم، بالتالي الدليل ونزاهة مشهود لها، فبالتالي الدليل اللي حيقدموا لي حيتميز بالمصداقية والموثوقية. لكن لو كان العكس اللي هو الكفاءة ضعيفة والثقة ضعيفة، فمعناته أنا بشك في الدليل أو في مصداقية الدليل لأنه ثقتي في الأشخاص اللي زودوني بالدليل ثقة مهزوزة، ثقة مهزوزة. أنت يوم ما تاخذ الدليل من مصدر ثقة حتكون واثق في الدليل، مش لأنه أنت يعني متأكد من دليل، لا متأكد من الشخص اللي اداك الدليل. لكن إذا اداك الدليل أنت عارفه شخص اللي هو غير أهل للثقة، معناته حيكون عندك شك في قوة ومصداقية وموثوقية الدليل. الرقم 6 المعرفة المباشرة لمدقق الحسابات.
المدقق اللي عنده كفاءة مهنية في عنده معرفة، المعرفة هذه اللي هي بتمكنه إنه يحكم على الدليل، يحكم على دليل. وبعدين في عنا أدلة، يعني بنربط الأدلة مع بعض بتعطينا صورة متكاملة. بنربط الأدلة مع بعض أو ترابط الأدلة بيعطينا صورة كاملة. مرات الصورة إحنا بنقدرش نحكم على الدليل، على كل دليل مجرد على حدة، يعني الدليل اللي قدام المستند أنا ما بقدرش أطعن فيه ولا أحكم على مصداقيته، أنا بشك في مصداقيته أو بحاول يعني أستخدم أسلوب معين للتأكد من هل هو صحيح أو درجة مصداقيته عالية. إذا أنا بجمع المستندات مع بعض وبجمع الأدلة مع بعض بتديني صورة أكمل. مرات اللي هو بنربط الأمور المالية أو الأدلة المأخوذة من المستندات المالية بأدلة غير مالية عشان تعطيني اللي هي الموضوعية أو المنطق اللي من خلاله حقدر أحكم، اللي هي من خلال المعرفة. يعني مثلا أنا مثلا اللي هو في شركة، الشركة هذه في عندي فواتير بيع، أنا ما بقدر أطعن في صحة فواتير البيع إذا هي مصدقة وما حسب الأصول ومعتمدة والإجراء هذا كله. لكن يوم ما ألاقي في عندي في الشركة المبيعات زادت، المبيعات زادت بدرجة كبيرة جدا حسب الفواتير، حسب الفواتير. طيب زيادة المبيعات بدرجة كبيرة جدا حسب الفواتير، الأصل إنه يترتب عليه معطيات ثانية، بما أنه المبيعات زادت معناته الأصل أنه النقدية تزيد، الأصل أنه النقدية تزيد، الأصل أنه المطالبات والالتزامات المالية العاجلة عندي تخف. لأن الأمور مرتبطة ببعض، ما أنه المبيعات زادت معناته النقدية بدها تزيد، ما أن النقدية زادت معناته اللي هو مراكز البيع ومعارض البيع اللي عندي المفروض تزيد، مندوبين البيع اللي عندي المفروض يزيدوا، لأنها كلها أمور إيش مترابطة مع بعض. لكن لو أنا مثلا وجدت الفواتير البيع زادت والشركة بتواجه اللي هي مشاكل مالية، المشاكل المالية ناتجة عن إنه في عندها أزمة مالية، النقدية عندها منخفضة بتنخفض. طب هنا أمور عكس بعض، يعني معناته المعرفة هنا والموضوعية الدليل كله بتبدأ تكشف أو تخليني أشك في الأدلة اللي موجودة عندي ومدى كفايتها ومدى مصداقيتها. يبقى أنا عندي الأمور مرتبطة ببعض والأدلة بتدعم بعضها أو بتثير الشكوك حوالين البعض الآخر. الخاصية الثالثة من خصائص الأدلة مناسبة الأدلة أو مناسبة الأدلة. المعيار 500 وضح أنه تتعلق بنوعية أدلة التدقيق، حيث أن الأدلة يجب أن تكون ذات صلة بهدف التدقيق. يعني أنا بفحص في المبيعات، معناته الأدلة اللي بدها تكون عندي بدها تكون عندي موجودة في المبيعات أو ذات صلة بالمبيعات. إيش المستندات والأدلة ذات صلة بالمبيعات؟ في عندي فواتير بيع، هاي ذات صلة بالمبيعات. في عندي حسابات المدينين، الناس اللي اشتروا مني على الحساب، ذات صلة بالمبيعات. في عندي اللي هي حسابات النقدية ذات صلة بالمبيعات، لأنه بده يترتب على المبيعات تحصيلات نقدية، بده يترتب على المبيعات اللي عندي اللي هي ذمم مدينة، بده يترتب على المبيعات اللي عندي اللي هي مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها، بده يترتب. يبقى الأدلة بدها تكون مرتبطة بإيش؟ ببند معين. يعني ما بينفعش نجيب اللي هو كشف بنك ونقول هذه أدلة بتتعلق بعملية اللي هو البيع، لا، هذه جزئية منفصلة عن هذه. هيك بنكون خلصنا من اللي هي خصائص أدلة التدقيق. نتكلم على أنواع أدلة التدقيق، أنواع أدلة التدقيق. المعيار الدولي بيبين أنه يمكن للمدقق أن يستخدم 8 أنواع من الأدلة، وفي ما يلي بيان لهذه الأنواع. أول نوع من أدلة التدقيق الفحص الفعلي، الفحص الفعلي. يشمل قيام المدقق بفحص أو عد الأصول الملموسة مثل المخزون السلعي. أنا اليوم عندي اللي هو حسابات الشركة بتقول في عندي مخزون بنص مليون دينار. طيب ماشي الحال، نعمل جولة على المخازن،
اللي هي جرد مفاجئ على المخازن، وين البضاعة اللي عندكم، نبدأ نعد البضاعة نشوف هل هو اللي موجود في أرض الواقع، الفحص الفعلي يطابق الرصيد الدفتري. إذا مطابقات معناته الرقم اللي موجود في الحسابات الختامية في الميزانية صحيح. إذا مش مطابق معناته الرصيد الدفتري غير مطابق مع الرصيد الفعلي، معناته في عندنا إشكالية. يبقى المحضر تاع الجرد المخزون يعتبر أول وأقوى أنواع أدلة التدقيق. النقدية تاني بعمل جرد للنقدية وبطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري. تاني بعمل اللي هي مطابقة بين الرصيد الدفتري للبنك مع الرصيد الفعلي لكشف البنك. تاني بعمل جرد لبعض الأصول الثابتة اللي هي والعهد اللي عند الموظفين. يبقى هنا الفحص الفعلي، أنا فحصت وبعمل محضر بنتيجة الفحص وبوقع عليه أنا كمدقق وأصحاب الشأن، أمين المخزن والمدير المالي والأمين الصندوق والناس اللي هو ذو اختصاص في الموضوع. معناته هنا الدليل، هنا دليل الفحص أو نتيجة الفحص الفعلي اللي أثبتناها ودوناها وصنعنا منها مستند، يعتبر هذا المستند من أدلة التدقيق القوية اللي مش سهل يتم الطعن فيها، خاصة إذا تم صياغتها وإعدادها وفق الأصول وتوقيعها من قبل كافة الأطراف المعنية. في عندي النوع الثاني من أدلة التدقيق، المصادقات. المصادقات هذه من أهم وأخطر وأصدق أنواع الأدلة. ليش نقصد اسمها مصادقات؟ وبالتالي هي بتعطي درجة مصداقية عالية جدا. كيف المصادقات هذه؟ يعني مثلا الشركة بتقول والله إحنا بدنا من شركة كذا اللي هو مبلغ 100,000 دينار، قلنا على العميل الفلاني مسجل في الحسابات بدنا من العميل الفلاني 100,000 دينار. أوكي، أنا اليوم ما شفتش العميل، بطلع على مستندات البيع الشراء مثبت فيها، ببعث كتاب بخلال إجراءات معينة ومن خلال الشركة وإجراءات رسمية ومعتمدة ومتفق عليها بين المدقق والشركة للزبون اللي مسجل إنه مدين ب100,000 دينار، وبالتالي هو بده يرد علي يأكد أو ينفي صحة المعلومة المالية المثبتة في سجلات الشركة. هذه بنسميها مصادقات. يقبل الأطراف المثبتين عندي كمدينين وكدائنين وكجهات إقرار وجهات مختلفة ببعث لها وبردوا علي، وبالتالي من خلال مصادقاتهم بوصل لقناعة بصحة أو عدم صحة أرصدة الحسابات والذمم المدينة والدائنة الموجودة عندي في الميزانية. طبعا المصادقات هذه لها عدة أنواع، أو بتنقسم اللي هو قسمين رئيسيات: مصادقة إيجابية. هاي المصادقة الإيجابية في هذا النوع يطلب من الطرف الآخر بيان الرصيد لديه أو المصادقة على الرصيد المكتوب في الرسالة. يعني أنا مثلا بس بدقق في شركة فلسطين، لقيت شركة فلسطين اللي هو في حساباتها في من الذمم المدينة اللي عندها مثلا شركة غزة، ومسجلة شركة غزة مدينة ب30,000 دينار. أنا بدي بقول للشركة الآن أنا بدنا نتأكد من صحة رصيد حساب الذمم بتاع شركة غزة. إيش الإجراء؟ بدنا نبعث لهم مصادقة. فعلى كتب وترويثة الشركة بنبعث كتاب للشركة الثانية شركة غزة، بنقولهم في الكتاب إحنا مثبت عنا، المدقق بيقول إنه مثبت عنا رصيدكم مدين بمبلغ 30,000 دينار، هل هذا الكلام صحيح هذا الرقم أو غير صحيح؟ إذا غير صحيح ردوا علينا. وبالتالي هذه مصادقة إيجابية. أنا بقول للشركة إنه إحنا أو شركة فلسطين بدها منكم 30,000 دينار، هل هذا الكلام صحيح؟ إذا ردوا يا بردوا بيقولوا لي آه صحيح، يا ما بردوش، وبالتالي بعتبر عدم ردهم برضو إيش إقرار بصحة الرصيد، وبالتالي هنا بناخذ بالنتيجة تاعت المصادقة الإيجابية.
يبقى المصادقة الإيجابية، بنكتب الرصيد على الرسالة وبنبعثها للطرف الآخر وبنطلب منه يبعث الرد على المصادقة تاعتنا على مكتب المدقق مباشرة. يبقى مش الشركة اللي حتستلم اللي هي المصادقات، وإنما الشركة حتبعث المصادقة والطرف الآخر حيرجع الجواب للمدقق نفسه. مدقق نفسه، هذه بنسميها المصادقة الإيجابية. هاي اللي هو عندنا نماذج على المصادقة الإيجابية. وفي عندنا المصادقة الثانية، المصادقة السلبية. هذا النوع يطلب من الطرف الآخر إعادة الجواب للمدقق إذا كان الرصيد المكتوب في الرسالة المرسلة غير صحيح. يعني احنا بنقول لشركة غزة انه احنا مسجل عندنا في الدفاتر انكم مدينين لنا 30,000 دينار، اذا كان الكلام هذا غير صحيح ردوا علينا. يبقى احنا بنطلبش منهم الرد في كل الاحوال، نطلب منهم الرد اذا كان الرقم المكتوب في المصادقة او المبلغ غير صحيح. وبالتالي اذا ما ردوش علينا بنعتبر انه المصادقة، إنه الرصيد صحيح وهم فعلا مدينين إلنا. لكن إيش سلبيات هذا النوع من المصادقة السلبية؟ إنه ممكن الرسالة أو الكتاب اللي فيه المصادقة ما وصلش إلهم، وبالتالي ما ردوش علي، وأنا حمدقق حفترض إنه منهم ما ردوش معناته الرصيد صحيح، أو ممكن يردوا وما توصلنيش وبنفس النتيجة، فرض إنه الرصيد صحيح وهو يكون غير صحيح، او هم ما يردوش خالص بدون مش يتعاملوا معي، بدون مش يتجاوبوا معي، طنشوا رسالتي، انا مش ملزم ارد على المدقق، بديش ارد عليه. وبالتالي يكون الرصيد غير صحيح وهو ما تعاملش معي وما استجاوبش معي، وانا اعتبر انه الرصيد صحيح، وبالتالي تكون النتيجة مضللة. طيب خلصنا المصادقات. النوع الثالث من أدلة التدقيق التوثيق والفحص المستندي. أنا بفحص وبوثق، بفحص مستندي، يعني بفحص في مستندات البيع، مستندات الشراء، مستندات القبض، سندات الصرف. لقيت اللي هو كل عملية فيها مستند باخذ صور منه، بالتالي أصبحت عندي دليل. لقيت فيه فواتير اللي هو قيمة الفاتورة مثلا بألف دينار، ومسجلة في الشحن الكميات غير الكميات، والقيم غير القيم، وبالتالي بأخذ منهن عينات، وبالتالي هذه تعتبر بالنسبة لي مستندات. تقول إنه في عدم صحة، معناته اعتمدت على أدلة من الفحص المستندي. النوع الرابع من الأدلة الملاحظة. الملاحظة اللي أنا بلاحظها أو بسمعها أو بشوفها، يعني مثلا أنا فوتت المخازن لقيت البضاعة مش مخزنة بطريقة سليمة، لقيت التهوية مش سليمة، لقيت التخزين مش سليم. هذه شغلة مش بالمستند وإنما بالرؤية. بالرؤية شفت، أنا شايف بعيني، شايف اللي هو البضاعة فوق بعض، شايف مش فيش تهوية، شايف فيش حفظ ما فيه الكفاية، شايف فيه رطوبة، شايف فيه شمس، شايف فيه حاجات ممكن تؤدي إلى فساد، شايف اللي هو الأبواب تاعون المبنى اللي فيه الخزينة اللي هي مش مأمنة بشكل كويس. أنا ممكن أصور وممكن أكتب بناء على رؤيتي وبناء على الشهود من اللي هو الناس اللي شافوا معايا، وبالتالي تعتبر من أدلة التدقيق. في اللي هو الاستفسارات من العميل، يعني في شغلات أنا بشوفها مش واضحة، بقعد أستفسر من العميل عنها، وهو يكتب لي ويشرح لي، وهو يشرح لي وأنا بسجل، وبالتالي بعمل اللي هي مذكرة بنتيجة الاستفسارات، وتعتبر من ضمن أدلة التدقيق اللي بدي أعتمد عليها. من الأدلة كمان إعادة التشغيل، يعني المستندات المدقق عمل لها تشغيل وطلعت له التقارير المالية. أنا ممكن آخذ اللي هي ميزان المراجعة وأعمل له إعادة تشغيل وأشوف هل بتطلع عندي نفس النتائج اللي طلعت عنده ولا مش نفس النتائج. إذا مش نفس النتائج، مش نفس القوائم المالية، مش نفس نتيجة الأعمال، مش نفس قيمة الميزانية الأصول والخصوم، معناته هذه بقدر أعتمد عليها كدليل إنه أطعن في صحة القوائم المالية. إعادة الاحتساب، هي إعادة الاحتساب اللي متعلق باللي هي المخصصات، استهلاك الأصول، الذمم، شو إحنا قلنا مثلا في عندي مخصص 2%، طب تنعمله على 2% بيطلع قيم غير على اللي أنت عاملها، وبالتالي هذه بنسميها إعادة الاحتساب.
النوع الثامن أدلة المراجعة، المراجعة التحليلية. المراجعة التحليلية إنه أنا بجيب القوائم المليلة سنتين ثلاثة وبعمل مقارنات بينهن وبشوف هل في الأمور كلها ماشية بنفس النسق ونفس الكيفية ونفس المعطيات، ولا صار في عندي اللي هو انحرافات تحتاج إلى اللي هو استفسار معين، أو ممكن يثير الشكوك حوالين جوانب معينة. هيك تقريبا آخر جزئية نتكلم، خلصنا شبه انتهينا من أنواع أدلة التدقيق. بننتقل عن تدقيق الأحداث اللاحقة، تدقيق الأحداث اللاحقة ومسؤولية المدقق عن الأحداث اللاحقة. إيش بنقصد بالأحداث اللاحقة؟ الأحداث اللاحقة اسمها لاحقة، يعني هي لحقت بشغلة معينة. عادة نحن في عنا 3 تواريخ، أو في عنا تواريخ معينة في عملية التدقيق. المدقق بده يدقق حسابات السنة اللي بتبدأ في 1/1 وبتنتهي في 31/12 شهر السنة المالية. لو أنا بدي أدقق حساب شركة الاتصالات أو حساب شركة جوال على سبيل المثال، واتفقت أنا وياهم وعملنا كتاب التدقيق على أنه احنا ندقق حسابات عام 2019، معناته أنا بدي أمسك المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية من 1/1 ل 31/12. عادة أنا كمدقق هبدأ التدقيق بعد ما ينتهي المحاسبين من إعداد الحسابات الختامية الميزانية، يعني الحساب المحاسبين هيبدوا يشتغلوا في التسويات بعد ما تخلص السنة المالية، يعني بعد 31/12/2019 هيبدأ المحاسبين الشركة يشتغلوا القوائم المالية. هياخذوا لهم شهر زمان وهم بيشتغلوا بيعملوا اللي هو التسويات الجلدية والاحتسابات والتقديرات والأمور اللي احنا عارفينها مع بعض. في نهاية شهر 1 بيعطوني أنا القوائم المالية وبيقول لي عاد أنت يا مدقق ابدأ إيش دقق الحسابات عشان تقول إن حساباتي صحيحة. أنا القانون بيعطيني لحد نهاية شهر 4، يعني قبل نهاية شهر 4 على 30/4 بدي أطلع أكون طلعت تقريري. طيب السنة خلصت في 31/12/2019، وأنا حطلع تقريري في 30/4/2020، يعني بعد انتهاء السنة المالية ب4 شهور، بعد انتهاء السنة المالية ب4 شهور. طيب هل أنا مسؤول أو بستفيد من شهر 1 و2 و3 و4 في 2020 ولا ماليش علاقة فيهم؟ احنا هنا بيقول لي تدقيق الأحداث اللاحقة. الأحداث اللاحقة هي اللي هي الفترة بعد انتهاء السنة المالية وقبل تاريخ إصدار التقرير. السنة المالية انتهت في 31/12، يقبل الأحداث اللاحقة حتبدأ من 1/1. أنا بدي أطلع تقرير في 30/4، يقبل الأحداث اللاحقة حتمتد من 1/1/2020 ل 30/4/2020، فترة ما بين تاريخ الميزانية لتاريخ تقرير مدقق الحسابات. هاي تدقيق الأحداث اللاحقة. الأحداث اللاحقة أنا مش هدخلها في تقريري كمدقق، مش هشير عليها، مش هتطرق إلها لا من قريب ولا من بعيد، لكن إيش مسؤوليتي عنها؟ مسؤوليتي عنها إنه الأحداث اللاحقة هذه هتكون مؤشر وتديني دليل على صحة الأرصدة اللي موجودة في الميزانية اللي انتهت. يعني والله قال لي في عنا بدنا من شركة غزة 10,000 دينار، يبقى في شهر 1 المفروض أحصل 10,000 دينار من شركة غزة، شهر 1 أو 2 أو 3 لو كان تاريخ القرض اللي هو شهر أو شهرين. يبقى المفروض الذمم اللي في شهر 12 تتحصل في شهر 1 أو شهر 2. طيب لو أنا مسجل عندي في شركة غزة اللي هي 100,000 دينار، وكنت أنا عامل مخصص إلا 5%، وال100,000 دينار خاصم منها المخصص 5%، فصفيت ب95,000 دينار. وفي شهر 1 تفاجأنا إنه شركة غزة أعلنت إفلاسها وتصفيتها، معناته هذا الرقم اللي موجود في الميزانية 100,000 دينار، ميزانية 31/12/2019، هل هو رقم صحيح؟ وأنا عرفت بعد هيك وتأكد عندي إنه مش حيتحصل منه حاجة لأنه الشركة أفلست؟ لا، معناته بده يتم معالجة المبلغ اللي في الميزانية عشان في النهاية يظهر بالقيمة التصفوية أو القيمة الفعلية أو قيمة صفرية إذا كان مش حيتحصل منه حاجة.
يقبل الأحداث اللاحقة حتأثر على القيم اللي موجودة في الميزانية السابقة، وممكن تخلي المدقق مع الشركة يعملوا عملية تعديل في النسب أو مخصصات الإهلاك أو قيمة الذمم أو قيمة الاستهلاكات أو قيمة المخصصات، بحيث إنه بما يتوافق مع تأثير الأحداث اللاحقة، بما يتعلق مع تأثير الأحداث اللاحقة. مسؤولية المدقق عن الأحداث اللاحقة بالنسبة لي، الأحداث تقع في الفترة قلنا بين تاريخ إعداد الميزانية وتاريخ تقييم المدقق. على المدقق أن يقوم بتنفيذ إجراءات تدقيق مصممة لغاية الحصول على أدلة كافية ومناسبة بأن الأحداث التي تتطلب تعديل البيانات المالية والإفصاح عنها قد تم تحديثها. يبقى أنا كمدقق مش حاقف عند التدقيق الحسابات لحد 31/12 وبعد هيك أسكر الملف وأقول أنا ماليش دعوة بالشركة أنا خلصت. لا، بدك انت تكمل تتبع معطيات السوق وتشوف ايش صار في شهر واحد وايش صار في شهر اثنين وايش في ثلاثة وايش في اربعة، لانه اي احداث بتحدث في الفترة اللاحقة حتخليك انت وإدارة تتواصل مع ادارة الشركة وترجع وتعدله في قيم حسابات الميزانية وقائمة نتيجة الدخل بما يتوافق مع المستجدات التي تمت في اللي هو السنة في الأحداث اللاحقة. في الأحداث اللاحقة ممكن الأحداث اللاحقة تكشف أنه في أرقام كانت في الحسابات الختامية غير صحيحة وبالتالي تحتاج إلى تعديل. تحتاج إلى تعديل. طب إيش مسؤولية المدقق عن الحقائق المكتشفة؟ عليه أنه يقوم بالاستفسار خاصة بالبيانات المالية بعد صدورها. إذا أصبح المدقق على اطلاع بأن هناك حقائق موجودة في تاريخ التقرير والتي لو كان يعلم بها في ذلك التاريخ لأدت إلى تعديل البيانات المالية، فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة لتعديل البيانات المالية، وحيناقش الأمر مع الإدارة ويتخذ الإجراءات اللازمة. إذا الإدارة قامت بالتعديل بناء على طلب المدقق، معناته الأمور ماشية في السليم ومفيش عندنا أي إشكالية والبيانات مظبوطة بعد التعديل. لكن لو الإدارة رفضت التعديل، معناته المدقق كان بده يكون له موقف وبده يذكر فقرة في تقريره بشير إلى الأحداث اللاحقة وتأثيرها على الميزانية، وبالتالي ضرورة تعديلها، وأنه مش موافق على الميزانية لأنه الأحداث اللاحقة أظهرت عدم دقة الأرصدة والحسابات الموجودة في القوائم المالية. هيك بنكون بنوصل لعند النقطة الأخيرة، التقديرات، تدقيق التقديرات المحاسبية. التقديرات المحاسبية اللي تتعلق بشغلة تقديرية يعني اجتهادية أكثر ما هي شغلة دامغة. يعني في عندي اللي هي بضاعة في المخازن، احنا بنعرف انها بسعر التكلفة او السوق ايهما اقل، مرات انه بصير في هبوط بنيجي بنقول بدنا نعمل مخصص هبوط للبضاعة، بدنا نعمل مخصص للديون المشكوك فيها. طب مخصص للديون المشكوك فيه نعمله 2% ولا 3% ولا 7% ولا 10%؟ مخصص هبوط الأوراق المالية، مخصص هبوط الأوراق البضاعة. طيب معدل اللي هو استهلاك الأصول الثابتة، معدل استهلاك المبنى، معدل استهلاك السيارة، معدل استهلاك أجهزة الحاسوب، كل شغلة هذه فيها اللي هي إيش؟ تقديرات. التقديرات هذه الإدارة حطتها. طب المدقق الحسابات هل بده يعتمد بشكل اللي هي خلينا نقول يعني أسلوب أعمى تلقى التقديرات، ولا بده يناقش الإدارة في دقة التقديرات وهل يقتنع إبها ولا ما يقتنعش إبها، وهل الإدارة يقتنع بوجهة نظره وتعدل بناء على وجهة نظره ولا ما تقتنعش بوجهة نظره، وبالتالي كل طرف يصير مصر على عمله. طيب والمدقق هنا ممكن يكون مش خبير في كل حاجة، وبالتالي بيكون مسؤوليته انه يستعين بخبراء تقديرات الاجهزه ومخصصات الاجهزه، بده يستعين باخصائيين في الاجهزه. التقديرات الماليه والبضاعه بده يستعين بخبراء في السوق، يعني في خبراء ممكن ويتم ممكن يرجعوا لمحكمين اللي هو في الاختصاصات المختلفه عشان في النهايه يكون عنده ادله يعتمد عليها. ما يوافقش على أي تقديرات إذا ما فحصها وتأكد من دقتها وتأكد إنها وضعت أو اعتمدت بناء على أسس علمية ومقاييس سليمة. هيك بنكون خلصنا اللي هو الفصل الثامن، أدلة التدقيق. نتمنى إنه الفكرة تكون وصلت، ونتمنى التوفيق للجميع.